الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. قال الراغب إيه اللي هو في الشرح العلم إدراك الشيء بحقيقته تمام كده إشارة يعني قول الراغب ده هو بيقول العلم هذا هي تعريف من الراغب الأصفهاني للإيه للعلم فهذه إشارة إلى أن العلم من حيث هو يعرف وقال الرازي كلامه غير كلام الراغب وهذا موجود في جمع الجوامع والمواقف والمقاصد لا يعرف العلم ايه الدليل على كده بانه ايه بديهي يعني الرازي له ايه على ان العلم لا يعرف ايه دليلان الاول قوله ايه بديهي والثاني اللي هو قال لو عرف هو ده الدليل الايه الثاني في طبعا اخذ ورد وكلام في الايه ومناقش للإمام الرازي فيما سبق قوله إدراك العلم إدراك الشيء بحقيقته هذا هو المراد هنا بدليل الحكم عليه لأن الإدراك هو إيه هو التصور ولما يحكم عليه يبقى إيه تصديق بدليل الحكم عليه بالتحتم وهو المعنى الأصلي للفظ العلم لأنه إدراك الشيء بحقيقته فإنه مصدر علم ويطلق يعني زيادة على إيه على تعريفه بأنه إيه إدراك الشيء بحقيقته ويطلق حقيقة عرفية يعني العلم يدرك على يطلق على إدراك الشيء بحقيقته ويطلق أيضا بس هذا إيه إطلاق من باب الحقيقة العرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة ثلاث إيه ثلاث تعريفات ده كما يأتي للارتباط التسببي يعني عاوز يقول لك العلم يطلق على الملكة لأنه الملكة مسببة عن القواعد فالملكة تحصل بمزاولة القواعد أهو معنى إيه؟ الارتباط التسببي يعني في سبب وفي إيه؟ وفي مسبب ده بعدين قال وتفسير العلم بالإدراك يقتضي تعدده بتعدد المعلوم صحيح الكلام ده بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحادث لأنه إدراك هذا الشيء غير إدراك هذا الشيء غير إدراك هذا الشيء فهذا يقتضي تعدد إدراك متعدد فهذا إذا فسر العلم بالإدراك يقتضي تعدده بتعدد المعلوم كما إذا فسر بالصورة الحاصلة في النفس تمام كده بناء على أن العلم عين المعلوم لأنه إيه معنى الإدراك عند المناطق حصول صورة الشيء فين في الذهن بمعنى أن الشيء من حيث حصوله في الخارج معلوم ومن حيث حصوله في الذهن علم يعني في حاجة في الذهن في حاجة فين في الخارج اللي في الذهن ده هو العلم واللي في الخارج هو الإيه هو المعلوم ده وأما إن فسر يعني العلم بالملكة فالأظهر عدم التعدد لأن الملكة اللي أنت بتستنبط بها الفقه هي اللي بتستنبط بها النحو هي اللي بتفهم بها أي علم يبقى هي واحدة إن فسر بالملكة فالأظهر إيه ها لأنه هي ملكة واحدة
وقد حكي أو وقد حكى الخلاف في هذه المسألة المصنف في شرحه وهو مشهور، يعني الخلاف فيما سبق ذكره. وأما العلم القديم، إذن الكلام ده كله أن العلم يتعدد بتعدد المعلوم، هذا في العلم الإيه؟ بدليل قوله وأما العلم القديم، فلم يقل بتعدده إلا الصعلوكي، تمام كده كما سيأتي. وعدل الشارح عن قول الباقلاني العلم معرفة معلوم لما أورد عليه العضد، أورده عليه العضد في المواقف من الدور. ليه إيه معنى الدور؟ لو قلنا العلم معرفة المعلوم، طب معرفة المعلوم هي العلم، العلم هو حيلزم ليه الدور، حيث أخذ المشتق اللي هو المعلوم في تعريف المشتق منه اللي هو ليه العلم. وإن أجيب يعني عن هذا الكلام بأن نريد بالمعلوم ذات الشيء للمعنى الاشتقاقي، نعم فيه فائدة ترادف العلم والمعرفة خلافا لمين؟ لمن خص العلم. يبقى المسألة هنا بالنسبة للعلم القديم، ماذا نقول؟ أن المحققين من أهل السنة والجماعة على عدم تعدد العلم بتعدد المعلوم اللي هو المتعلق. فعندنا هنا إيه؟ متعلق وإيه؟ ومتعلق. فالعلم اللي هو المتعلق، والمتعلق اللي هو الإيه؟ المعلوم. فلا يتعدد العلم القديم أي العلم الإلهي بتعدد متعلقه، بل هو صفة واحدة تتعدد بتعدد متعلقاتها وتتفاوت بكثرتها وقلتها لا في نفسها. يعني معنى كده التحقيق أنه ممكن نقول العلم القديم يتعدد، ومعنى تعدده بتعدد المعلوم تفاوتا قلة وكثرة، أما هو في نفسه فصفة إيه؟ واحدة. يبقى إذا أردنا أو أطلقنا على العلم القديم أنه متعدد، فمعنى هذا باعتبار التعلقات، لأن التعلقات كثيرة وتتفاوت، يبقى هنا متعدد. مراد بالتعدد مش تعدد الصفة، تعدد الإيه؟ متعلق الصفة. واضح كده؟ أما الذي قال بتعدد الصفة نفسها اللي هو مين؟ الصعلوكي، هذا لم يقل به أحد. إن الصفة في نفسها واحدة، ما قال بتعددها إلا مين؟ إلا الصعلوكي. لكن إذا وجدت أن العلم في كلام الأشاعرة أو كلام أهل السنة والجماعة أن العلم يتعدد بتعدد متعلقه، ماشي، يبقى المتعدد في الحقيقة مش هو العلم، هو إيه؟ هو التعلقات. يبقى إذا قالوا أنه يتعدد فالمراد إيه؟ متعلق العلم اللي هو المعلوم. وإذا قالوا أنه صفة واحدة فالمراد إيه؟ العلم. واضح؟ في إيه تاني عاوزين نراجعه قبل ما ندخل على الدرس؟ طبعا وهو في واجب العلم يتعلق القديم بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، وهي نفسها متعددة واجب وإيه، لكن العلم بالواجب والعلم بالمستحيل والعلم هو نفس العلم، ولكن التعدد فين؟ في التعلقات. واضح؟ تمام. لا اسمه مش وصل، وصفناه حيبقى ده تجريح وشتمري. واحد يقول لك انت صعلوك، ده صعلوك ده يعني اسمه كده الصعلوك، وليس ايه بنصفه بانه، لا معاذ الله، احترم كل اهل العلم الموافقين والمخالفين، المؤيدين والمعارضين، كلهم على رؤوسهم وكلهم قد اجتهدوا. بعدين في مسألة أخيرة تكلمنا فيها اللي هي الترادف بين العلم وبين الإيه؟ وبين المعرفة، يعني هل العلم والمعرفة مترادفان ولا مش مترادفين؟
المسألة دي اتكلمنا فيها، مين يلخص اللي قلناه فيها قبل أن ندخل في الموضوع؟ أنا لخصت لكم مسألتين، أنتوا خذوا واحدة ثالثة وأجركم على الله. أنت ما كنتش موجود مش كده؟ فخرجت عن دائرة التلخيص. قول. ها ده اثنين، يعني العلم بمعنى المعرفة يقتضي مفعول واحد اللي هو علم العرفان بيسموه. زي ايه؟ قوله تعالى لا تعلمونهم، مفعول واحد. مفعولين، علمت زيدا صالحا، علمت اباك كريما، لازم يكون مفعولين. انما اذا كان بمعنى المعرفة يبقى عاوز مفعول ايه؟ واحد. قال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، مفعول واحد ولا اثنين؟ واحد، لانه بمعنى الايه؟ لا تعلمونهم يعني لا تعرفونهم. طبعا هذا فرق بين العلم والمعرفة في المعنى مش في اللفظ. أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، أما العلم يتعلق بأحواله. فتقول إيه؟ عرفت أباك، لكن ما تقولش علمت أباك، عرفت أباك وعلمته صالحا. يبقى شوف المعرفة تتعلق بالذات والعلم تعلق بالأحوال، صالحا كريما بخيلا أستاذا عالما جاهلا إلى آخره، يعني بعوارضه. إنما المعرفة تعلقت بذاته، وده عظمة القرآن. ما قالش الذين آتيناهم الكتاب يعلمونه، قال يعرفونه، يعني عارفين اسمه وذاته، مش عارفين أحواله. لا، لو ممكن يقول لك الأحوال دي والصفات اللي في النبي ده مش هو اللي في كتبنا، لكن ذكر ايه؟ يعرفونه، يعني معناها مش مفيش داعي نتكلم في احواله وصفاته، ده انتوا عارفين ذاته، عارفين شخصه، عارفينه بعينه. يعرفونه، يعرفين يعني معناها يعرفون اسمه، وانه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وانه هنا تتعلق المعرفه به بالذات. فلو قال يعلمونه يبقى يعلمون ايه؟ أحواله، لكن لا يعرفون شخصه، فحينكروا يقول لك ده مش هو. شوف كده القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ أبناءهم. الله، يلا ايه الثاني؟ المعرفة يدخل فيها التصور وايه؟ والتصديق، أما العلم لا يكون إلا ايه؟ تصديقا. في ايه الثاني؟ العلم ايه؟ خلاص اديكم يعني فروق. انما هنا في الكتاب بيقول انهما ايه؟ مترادفان، خلافا. خلافا لايه؟ اقرا كده خلافا ده. يعني في من قال انهما غير مترادفان، غير مترادفين، يعني العلم ده مخصوص بالايه؟ بالكليات، والمعرفة بالجزئيات، مش كده؟ وبعدين في اللي قال انه العلم مخصوص بايه؟ بالمركبات ولا المركبات، والمعرفة الكليات او المركبات. خلاص كده؟ يعني خلافا، يعني عاوز يقول لك هما مترادفان الا عند من قال ايه؟ لمن خص العلم بالكليات او المركبات، والمعرفة بالجزئيات أو البصائر. يعني إذا عرفت الشيء فقط تسمى ذي معرفة، إنما إذا حكمت عرفت الحكم عليه يسمى هذا علم. قلنا المعرفة تتعلق بذات الشيء، هذا بسيط، إنما اللي تعلق بذاته وأحواله هو إيه؟ المركبات. وبعدين قال ويوهمه قول النحاة علم العرفان يتعدى لمفعول واحد، والحق
كما قال الرضي اللي هو في صاحب الايه الكافي الشرح الكافي في النحو، الرضي الاسترابادي، انه مجرد فرق في الاستعمال فقط، فقط يعني هنا استعمال وهنا ايه استعمال. اي اي تقرأ كذا، اي كذا خلقت، دي مثال قالوا الامام الكسائي لما قالوا له ليه تعمل أيهم أو أي فيما قبلها ولا فيما بعدها ولا تعمل، فقال أي كذا خلقت يعني كذا وضعت أو كذا استعملها العرب، أو معنى ده يعتبر مثل ده، وتقرأ كذا أي بالتنوين كذا أي كذا خلقت. وخلافا لمن قال المعرفة تستدعي سبق جهل، يعني اللي يقولوا عليه عارف يعني معناه سبقت معرفته بجهل، فلذلك لا يطلق على علم الله تعالى، لا يقال على الله تعالى عارف، لأن المعرفة استدعت على هذا القول. يعني قال السيد في شرح المواقف يعني لا يقال على علم الله معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا، يعني الإجماع على كده على أنه يوصف الله تعالى بالعلم ولا يوصف بالإيه؟ بالمعرفة. والحق أن عدم الإطلاق يعني عدم إطلاق المعرفة على علم الله تعالى لعدم التوقيف، ليه؟ لأنه لا يطلق على الله تعالى اسم أو صفة إلا بعد إيه؟ ورود الشرع بالتوقيف على أن بعضهم جوزها، يعني جوز إطلاق المعرفة على علم الله، واستدل بما ورد في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يبقى معنى كده أسندت المعرفة إلى مين؟ إلى الله. بعضهم قال لا ده مشاكلة، يعني زي وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني زي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، من باب المشاكلة، نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله، لكن ده مش مكر، ده وقع في مقابلة المكر فسمي مكرا، فوقع العلم هنا في مقابلة المعرفة فسمي معرفة، لكنه إيه لا يقال، إنما قيل هنا من باب الإيه أو المجازاة. المجازاة زي فاذكروني أذكركم، يعني المجازاة على الذكر ذكر وعلى الإحسان إحسان وعلى المعرفة معرفة، يبقى تعرف إلى الله يعرفك، مش كده؟ يعني يجازيك على معرفتك بمعرفة، أو ده معنى المجازاة على ما هو الشأن في العمل بمقتضى المعرفة، كما هو الأظهر في معنى قول ابن الفارض رضي الله تعالى عنه قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم، عندك لا تخليها إيه لم خطأ، لا ذي غلط، لأنه مش هينفع الإيه الوزن، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي، يعني عاوز يقول لله تعالى أن روحي فداك، يعني فدية مقدمة لحضرتك، يعني زي قربان، مش معناها فداك يعني يقدر على أنه يفتدي الحق سبحانه وتعالى من ضرر يلحق به، كما واحد يقول للآخر فداك روحي، يعني أفتديك من أي خطر أو من أي ضرر ينالك به بروحي، ليس هذا المعنى هو المراد، وإنما المراد إن أقدم روحي فدية قربان، زي قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني بقدمها إيه فدية قربان، مش كده؟ إن الذين كفروا لا يكمل كده وماتوا وهم كفار ملء الأرض ذهبا ولو افتدى، يعني قدمه فدية، ففي إنسان يقدم روحه يقول أنا أقدم روحي فداء لحضرتك، يعني فدية مقدمة، لازم تتفهم كده. بعدين بيقول له عرفت أم لم تعرف، يعني عرفت ذلك مني حقا، يعني هذا الذي أقوله عرفت أنه حق بمقتضى معرفتك أم لم تعرف بمقتضاها أيضا، يعني زي مثلا نقول هذا إنسان لا يعرف الله تعالى عنه الرحمة لأنه لم يخلقها فيه أو لم يعلمها فيه،
فإذن العلم يتعلق بوجود الشيء وبعدم وجوده، يعني يتعلق به في الحالتين. يعني عرفت ذلك مني لأنك تعلم أنه موجود، أم لم تعرفه لأنك تعلم أنه غير موجود؟ فمش معناها أم لم تعرف يعني أنت في حالة تكون فيها عارف وحالة تكون فيها مش عارف. لازم تفهم كلام المحققين، يعني هو في الحالتين عارف، بس عارف أنه في الأولى أنه هذا المعنى موجود وفي الثاني أنه غير موجود. واضح؟ طيب وصلنا عندي. طيب يلا اقرأ الأول الشرح وبعد الأول نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله في الشرح قال الراغب. يلا اقرأ من الشرح وبعدين ادخل على الحاشية. إدراك الشيء بحقيقته. خلينا واقفين عند كلمة بحقيقته، هي معنى العلم كده. العلم كده إدراك الشيء بحقيقته، غير كده لا يسمى علما. طب حقيقة الشيء يعني عندك الايه؟ ما هو يسمى ايه؟ الماهية. وعندك الحقيقة، وعندك ايه الثاني؟ الهوية. ثلاثة دول. العلم بتحقق الشيء يعني بوجوده يسمى ايه؟ حقيقة. اما العلم بتعينه يسمى هوية، وبقطع النظر عنهما يسمى ماهية. يعني مثلا انت هذا شيء متحقق يعني ثابت، كلمة حقيقة يعني متحقق يعني ثابت، مش ليس منفيا. هذا اسمه حقيقة، يعني هذا الشيء حقيقة ولا ليس حقيقة. إذا كان حقيقة له وجود متحقق فيسمى بهذا الاعتبار حقيقة. طيب باعتبار تعينه يعني تشخصه يسمى ايه؟ هوية. وذلك لما يجي واحد يسألك مثلا من رجال الشرطة أو المباحث يقول لك فين الهوية؟ ما يقولكش الحقيقة، حقيقتك معه هو يعلمها، وعاوز ليه الهوية؟ أنا عاوز تعيينك، وعارف نوعك إنسان وعارف جنسك، لكن يريد إيه؟ تحديد الإيه؟ الهوية، التشخص يعني. هتقول له لو قال لك مين أنت؟ هتقول له أنا إنسان. إيه ده؟ يقول لك، يقول مجنون. هو مش بيسأل عن النوع، هو يقول لك أنت يعني، بيسأل عن الإيه؟ الهوية. الشيء باعتبار تحققه يسمى حقيقة، وباعتبار تشخصه يسمى هوية. الهوية دي شخص، وبقطع النظر عنهما يسمى ماهية. يعني ما هو، كلمة ماهية يعني ما هو. العلم إدراك الشيء بحقيقته. حقيقة الشيء في اللغة يعني كنه وذاته. فإدراكه بحقيقته يعني تصوره بكنهه. طيب إذا كان كده يبقى خرج عن تعريف العلم حينئذ تصور الشيء برسمه، لأنه تصور الشيء بحقيقته يعني معناه إدراك الذاتيات، يعني الحد التام، يعني الجنس القريب والفصل القريب. يبقى معنى كده تصور الشيء بالرسوم ده مش علم. وكذلك خرج العلم التصديقي. يبقى خرج التصديق وخرج التعريف بالرسم. يبقى إذن التعريف غير جامع. إدراك الشيء بحقيقته، فخرج من هذا التعريف الرسم والتصديق. وأجيب بأن المراد
عشان نعرف هنا. يعني كلام الشيخ عبد السلام هنا مظبوط 100%. أمال قال لك أصله هو أراد بحقيقته ليس المعنى اللغوي، وإنما أراد بحقيقته الوجه الحق، يعني إدراك الشيء من وجه صحيح. ده إدراك ولا مش إدراك؟ علم ولا مش علم؟ فالمعنى إدراك الشيء على الوجه الحق، أي إدراك مطابق للواقع. فإذا كان كلمة بحقيقته المراد بها الوجه الحق، يبقى معنى كده يشمل هذا التصور بالكن، ويشمل الرسم، ويشمل التصديق. ولذلك تأكد هذا المعنى أنه أراد بحقيقته، يعني مش كنهه وذاتيته، وإنما أراد إدراك الشيء على وجه صحيح، على وجه موافق للإيه؟ للحقيقة أو للواقع. وتأكد هذا، يعني هذا المعنى، بقول الشارح وهو كقول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام مين؟ الشيخ زكريا الأنصاري. واضح كده؟ يلا يا سيدي. لا، مقصود بها إدراكه بوجه صحيح، أو إدراكه بوجه يكون مطابقا للواقع. وإلا لو قلنا بحقيقته يبقى معناها هيخرج أشياء كثيرة عن العلم، وهي منه ما قلنا ثلاثة واحد، بس ده باعتبار وده باعتبار، يعني الماهية هي الحقيقة هي الهوية، ولكن هذا باعتبار، باعتبار الهوية، باعتبار إيه؟ باعتبار تشخصه، والحقيقة باعتبار تحققه، والماهية بقطع النظر عنهما. تمام كده؟ يبقى إذن التعريف كده ماشي مظبوط، شامل إيه؟ شامل التصور بالكن. يعني إذا استطعنا أن نتصور شيئا بكنهه أو بذاتياته فهذا علم، وإذا لم نستطع وتصورناه بالرسم بالخاصية هذا علم، وبالتصديق يكون إيه؟ علما. وتأكد هذا الفهم بقول شيخ الإسلام اللي هو إيه؟ قال إدراك الشيء على ما هو به. لكن يرد على كلام شيخ الإسلام أن الإدراك، ما بيقول كده العلم إيه؟ إدراك، مش كده؟ الإدراك يتناول إيه؟ الجازم وغيره. وفي إدراك جازم وفي إدراك غير إيه؟ جازم. والجازم أعم من أن يكون لضرورة أو دليل. يعني كلمة جازم ده جاز يكون الجزم ده عن تقليد، مش عن ضرورة أو عن إيه؟ عن دليل. وأجيب بأن المراد بالعلم هنا هو العلم بالمعنى اللغوي، وهو يتناول كل هذه الصور، ولكن يخصص هنا بقرينة إضافته إلى أصول الدين، لأن العلم بأصول الدين ما ينفعش إدراك غير جازم، فلا بد أن يكون جازما عن ضرورة وعن دليل، لأنه هو المطلوب هنا. يلا يا سيدي. في هنا جات لك مشكلة أخرى، بيقول لك إيه؟ إدراك الشيء بحقيقته. عرفنا كلمة بحقيقته ما المراد بها؟ الوجه الحق. يعني إذا أدركت شيئا على وجه ما ولكنه مطابق وموافق فهذا يسمى إيه؟ علم. ولا يشترط أن يكون إدراك الكون أو إدراك الذاتيات إلى آخره. لكن هنا بيقول ايه؟ الشيء، ادراك الشيء. الشيء اذا تعرفه ايه؟ الشيء يبقى معناها ادراك الموجود فقط، وعندنا الشيء هو الموجود. يبقى خرج علم المستحيل. يبقى اذا لما نقول شيء يعني ادراك الموجود. طب اذا ادركت معنى مستحيلا هذا غير موجود فلا يكون علما. يبقى معنى هذا يكون التعريف غير جامع.
لأنه إيه؟ لماذا لا يكون جامعا؟ لأنه لم يتناول العلم بالمستحيلات، والعلم بالمستحيل علم، والعلم بالممكن اللي هو غير موجود علم، والعلم بالواجب علم. لكن لما قلنا الشيء يبقى خرج ليه؟ خرج المستحيل ليه؟ لأنه ليس شيئا اتفاقا. المستحيل ليس شيئا اتفاقا، إنما اللي فيه الخلاف اللي هو المعدوم الممكن. لأنه شوف، إذا كان المعدوم مستحيلا فهذا ليس شيء اتفاقا، يعني بين أهل السنة والمعتزلة. أما الممكن أو المعدوم الممكن فهو ليس بشيء عند الأشاعرة، والمعتزلة يجعلون المعدوم الممكن شيئا، ويقولون إذا لم يكن المعدوم ده أو الممكن المعدوم شيئا فكيف يتوجه له الخطاب، أو كيف يقول الله تعالى إنما أمره لشيء، والشيء ده غير موجود، ده لسه حيوجد وسماه شيء. يبقى المعدوم الممكن شيء عند المعتزلة، لكن خص الأشاعرة الشيء بالإيه؟ بالموجود. يبقى معنى كده أن التعريف ده بتاع مين؟ بتاع الأصفهاني أو بتاع الراغب، ليس إيه؟ ليس جامعا، لأنه إيه؟ خرج عنه المستحيل، فإنه ليس شيئا اتفاقا. كم؟ نعم، ما لسه اسمع بس الأول وشوف. يعني هو المفروض على يقول لك ما يقولش إدراك الشيء، أمال حيقول إدراك إيه ده؟ يعني يقول لك أصلا ما يقول شيء يبقى معناها أخرج المستحيل، لأنه إيه؟ ليس شيئا. طيب، هي معنى بخلاف المعدوم الممكن، افهم كده فهم صحيح. يقول لك المعدوم المستحيل ليس شيئا اتفاقا بخلاف المعدوم الممكن، يعني ده شيء بس مش متفق عليه، اختلفوا في ده. يعني عاوز يقول لك ليس شيئا اتفاقا بخلاف المعدوم الممكن، يعني منهم من قال انه شيء، اللي هم مين؟ المعتزله والاشاعره قالوا لا، الشيء هو الموجود. والاجابه سهله، يبقى الشيخ لما قال العلم هو ادراك الشيء بحقيقته لم يخطئ، لأنه ما أراد الشيء بالمعنى الاصطلاحي الذي عرفه به الأشاعرة أو أهل السنة، إنما أراد الشيء بالمعنى اللغوي، وهو يشمل الواجب ويشمل المستحيل ويشمل الممكن. أراد، ولو رجعت إلى كتاب سيبويه تجد الشيء يمكن بست معاني. كلمة يقول لك الشيء يطلق على الايه؟ على الممكن، المعدوم الممكن، المعدوم الممكن، واستدل على ذلك كلها ادله قرانيه. يعني المعدوم الممكن شيء لغه، مش احنا قلنا في عند اهل السنه الشيء الموجود ده. يعني مثلا لما يقول الحق تبارك وتعالى وكل شيء احصيناه، يبقى معناه طالما دخل في الاحصاء يبقى ايه؟ ها؟ يبقى لا الموجود، ما يبقاش الشيء هنا ايه؟ لان المعدوم لا يحصى، وكل شيء احصى، يبقى الشيء هنا ليه؟ الموجود. طب لم في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، ما ينفعش نقول الشيء الموجود، لانه حيبقى تحصيل حاصل، يبقى الشيء هنا معناه الممكن المعدوم. لا، وبعدين بيقول لك يطلق الشيء على الموجود في الذهن، ولا تقولن لشيء مش اني فاعل ذلك غدا، يعني الشيء اللي انت هتفعل ده غدا، لكن هو الصوره بتاعته في ذهنك، بكره هشتري السرير، بكره هبيع الدولاب، كل ده حاجات فين؟ في الذهن، بدليل انها مش هتتحقق الا في الايه؟ في الغد. والشيء يطلق على المعلوم، ويشمل ايه؟ اقسام الحكم العقلي الثلاثه. الشيء يشمل الواجب، قل اي شيء اكبر شهاده، ويشمل الايه؟ المستحيل،
ويشمل الايه الجائز او الممكن. والله بكل شيء عليم. شوف هنا بمعنى شيء في قوله تعالى والله بكل شيء عليم غير معناها في قوله والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير يعني على المعدوم الممكن. انما والله بكل شيء عليم لان العلم يشمل جميع الايه الاقسام الثلاثه فيبقى ده اعم. فذلك العموم هنا يعني واضح جدا في والله بكل شيء عليم لانها لم تترك ليس فيها اي قيد. انما والله على يعني مثلا لازم تقيد في قوله تعالى الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق. لانه لو قلنا كل شيء ولم نقيدها يبقى حيتناول ان خلقه لنفسه لانه شيء بالاصطلاح مش كده؟ يبقى لازم تقيد هنا يبقى في والله بكل شيء عليم لا تقيد. زي قوله تعالى تدمر كل شيء لازم من القيد لانه لم تدمر الجبال تمام كده ولم تدمر السماوات فين كل شيء يبقى معناها تدمر كل شيء مما امرت بتدميره. تدمر كل شيء بامر ربها. لانما تخش العموم زي حديث كل بدعه مش كل بدعه انه مقيده اتت عليه ما تذر من شيء اتت عليه يعني الذي لم تاتي عليه زي السماوات والجنه والعرش لم تدمر العرش لانها لم تاتي عليه هذا في قيده. يلا يا شيخ يبقى المعدوم الممكن شيء ولكن ايه ليس اتفاقا. يعني عند المعتزلة شيء. واجاب يعني اجيب عن هذا الاعتراض. مش بيقول لك اعترض فين؟ مين اللي اعترض؟ الشيخ العضد الايجي. فالجواب سهل اقول له يا عم الشيخ الايجي انه الشيء هنا لغة فيتناول المستحيل ايضا. لكن الذي لا يتناول المستحيل هو الشيء بالمعنى الاصطلاحي. الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.